اذكري مكان له علاقة بالرياضة. نادي رياضي. من ألوان البصل؟ أبيض. غيره؟ أصفر. ممثل؟ برتقالي. برتقالي. برتقالي؟ ممثل عالمي اشتهر بأدوار المقاتل. جاكي شان. من أدوات الرسم الهندسي؟ فرشة؟ لا لا لا، قلم. مكان تحفظ فيه الأشياء الكثيرة؟ كنتور. كنتور. ممثل عالمي اشتهر بأدوار المقاتل. 18 نقطة أخذت مروة على إجابتها ذا روك. أنت قلتي جاكي شان. جاكي شان صح طبعاً. جاكي شان صح. 25 نقطة، 169. حلو، إيش قد باقي لك؟ 31 نقطة. مو إن شاء الله، يعني هذا ممكن بسؤال أو سؤالين إن شاء الله، أو يجوز ما أعرف، أنا ما أدري. إن شاء الله إن شاء قول يا الله. قول يا الله إن شاء الله. السؤال الرابع من أدوات الرسم الهندسي، قالت الفرجال. 24 نقطة أخذت مروة. أنت قلت الفرجال، قلت لك غيري، قالت القلم. القلم القلم، خلي نشوف القلم إيش جاب لك. القلم 20 نقطة. يعني القلم طبعا موجود بكل مكان، بس لو قايلة مثلا غير شيء، المثلث، يعني هو المسطرة. عشان يرسمون غير بالقلم يرسمون؟ اي بس هو موجود. انا اذا اقول من ادوات الرسم الهندسي، قلم موجود، لذلك الطوش 20 نقطة. ها على كيفك، ترى ال 20 هواية. امزي من طوش 10 5. خلي نشوف السؤال الاخير، هو الذي يحدد ان شاء الله، هو الذي يحدد. انا ما ادري شلون اسوي. اوه يلا، خلينا نشوف. قول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قلبك بارد مو؟ اخ يا مام. قلبي قلبي متعلم على الصدمات قلبي. خلينا نشوف. السؤال الخامس هو مكان نحفظ فيه الاشياء الكثيره. قالت تانكر، اخذت 10 نقاط، كلش قليله، لكن انت قلتي الكنتور. يعني الكنتور زين زين. ماكو مخزن، ماكو مستودع، ماكو سايلو مثلا نحفظ فيه الاشياء. اشياء لانه السايلو يحفظ الحنطه والشعير، ما ادري شنو. كنتور ما يحفظ اشياء كثيره، قليل قليل. لذلك انا هسه خايف من هذا الخط الضوء الاحمر اللي يشتعل ينطفي، يجوز ينطيش نقاط قليله، ما نقدر نوصل 200. انت محتاجه 11 نقطه، وانا خايف من الصفر ليجي، لان كنتور ما جاي بالاحتمالات، مو بالاحتمالات. وكم ان شاء الله يجي. ليش؟ يلا ما يخالف على الحلقه الثانيه. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف الان خلينا نشوف. وانا دا باوع. يا رب يا رب. قولوا يا الله يا الله. قولوا يا الله يا الله. صوت اعلى يا الله يا الله. يلا الأجودي الأجودي، وقلت لهم الأجودي يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. مبروك لعائلة الأجودي فوزهم بهذه الجائزة، وهذه الجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. فألف ألف ألف مبروك. وينك يا توني؟ توني خلي تجيب لنا 10 مليون. هذا توني ما أدري وين يروح، لما تفوز عائلة قلبه يقوم يرجف، يخاف ينطي، بخيل. توني 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 دمرتني. توني جاب 10 مليون دينار عراقي، ونقول مبروك لعائلة الأجودي. مبروك لكم، مبروك. والوالد ما يخالف، يلا اسعد في أمهم.